السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتعلم طريقة ترقيم صفحات البحث. في البحث اللي أمامنا بدنا نرقم الصفحات الأولى بالترقيم الروماني اللي هي صفحة الأبستراكت والأكنولجمنتس والديديكيشن، تمام؟ وبعدين من عند الانترودكشن ولنهاية الصفحات ترقيم عادي. بعد ما ننتهي من الترقيم بدنا نضيف قائمة محتويات. هلا بداية احنا عشان نسهل على حالنا الشغل بدي اعرض انا اكثر من صفحة واحدة في نفس هذه الشاشة، اوكي، يعني في نفس برنامج الوورد. فبروح على شارة view عرض، بختار multiple pages، اوكي، صفحات متعددة، وهيك رح يعرض لي اكثر من اشي. اول شيء بدي اعمله هو انه بدي أترك صفحة فاضية لقائمة المحتويات، وطريقة أنه أعمل هيك هو نوضع المؤشر قبل أي كلام موجود في الصفحة، أوكي. وعندنا طريقتين، بإمكانك تروح على Layout اللي هي تخطيط وتختار Breaks فواصل، وتختار Page صفحة. هيك راح يعمل لنا صفحة و abstract راح تروح لجهة اليمين ويصير عندنا صفحة فاضية. طبعا في اختصار لهذا الكلام وهو انك تضغط على control و enter، هيك عمل نفس الكلام. وطبعا الاختصارات يعني اسهل واسرع. الان تركنا الصفحة الفاضية لقائمة المحتويات. هلا حتى الوورد يعرف انه القسم هذا اللي بيبدأ من الصفحة هذه، صفحة الأبستراكت، هو قسم خاص، يعني رح يأخذ ترقيم مختلف عن باقي الصفحات، تمام، ورح ينفصل عن اللي قبله. فالطريقة إنه نعمل هيك حتى الوورد يعرف هذا الكلام، نوضع المؤشر قبل أي شيء موجود على الصفحة. يعني نفرض هلا إنك مثلا ضغطت والمؤشر موجود في وسط كلمة، اضغط على الكيبورد على هوم، اوكي، هوم، حتى تتاكد انك في بدايه الكلام قبل اي كلام موجود على الصفحه. الان اللي راح نعمله برضو احنا على شاره لاي اوت اللي هي تخطيط، راح نروح على فواصل بريكس، ومن فواصل راح نختار نيكست بيج، اوكي، اللي هي الصفحه التاليه. اذا مره ثانيه على تخطيط، بعدين breaks، هذه هي، و next page، الصفحة التالية. طبعا ما راح يتغير اشي امامك، اوكي. هذه اول خطوة. الان راح نبدأ بالترقيم احنا. فحتى تبدأ بالترقيم بامكانك تضغط مرتين في الهامش السفلي، اوكي، نزل المؤشر لاخر اشي تقريبا في الصفحة واضغط مرتين، هيك انت بتصير موجود في الهامش. طبعا بامكانك انه ترقم الصفحات في اعلى الصفحة في الهامش العلوي اذا انت بدك. انا راح ارقم يعني لهذا المثال راح ارقم في اسفل الصفحة وفي الوسط. الان قبل ما نبدا بالترقيم، اول شيء ضروري نعمله هو انه بدك تزيل الصح اللي موجود عند different first page، اوكي. فهذا راح اضغط عليه اشيل الخيار هذا، وبعدين link to previous اللي هو رابط بالسابق، لأنه ما بدي ترقيم الصفحة هذه، ما بدي ترقيم الصفحة هذه يرتبط بترقيم الصفحات اللي قبل، تمام؟ فراح أضغط عليها حتى ألغي تفعيل هذه الخاصية، أوكي، بهذا الشكل. الآن وأنا برضو في نفس الشارة هذه اللي هي تصميم، أوكي، راح أروح على page number من هون، وراح اختار المكان اللي انا بدي الترقيم يظهر فيه. انا بدي bottom of page، اسفل الصفحة. اذا بدك top of page بدك الترقيم يطلع فوق. انا حكيت راح اختار اللي هو bottom of page، وبدي اياه يظهر في الوسط، اوكي، بهذا الشكل. الان لاحظوا انه بدأ برقم واحد وكمل ترقيم. هلا انا بدي اغير هذا الترقيم، قلنا بدي اياه يكون رقم، أو بدي الترقيم للقسم هذا يكون بالأرقام الرومانية، فراح أضغط على Format Page Number، أوكي،
والآن من هون راح أختار الترقيم الروماني اللي هو هذا، هذا اللي أنا بدي إياه. بإمكاني أحدد إنه يبدأ من أي صفحة. طبعا بالنسبة للترقيم الروماني بس ما بنفع يبدأ قبل واحد، أوكي؟ لو حاولت تضغط على تحت ما راح ينزل أكثر من هيك، أوكي؟ على عكس الأرقام العادية بإمكانك إنك يعني تبدأ من الصفر. راح أضغط على أوكي وصار عندنا الصفحة الأولى بالترقيم الروماني، وكذلك الصفحة اللي بعدها اللي هي صفحة acknowledgements و dedication رقم 3. هلا عندنا القسم هذا. الآن بدي أطلع من الشاشة اللي هي الخاصة بالترقيم، فبإمكاني أضغط مرتين في وسط الشاشة هون. والآن حتى الوورد يعرف إنه برضه هذا قسم برضه مختلف عن القسم اللي قبله، أوكي؟ حتى أقدر أغير الترقيم الصفحات لإله لأنه بدي أنا ترقيم عادي. فنفس الشيء حكينا، نوضع المؤشر قبل أي كلام موجود. هلا أنا عندي أول كلمة هون الانترودكشن، حتى أكون متأكد بضغط على هوم على الكيبورد، وبعدين راح أروح لشارة layout تخطيط، بعدين breaks فواصل، وبعدين راح أختار next page. تمام، نفس الشيء طبعا ما راح يعني أنت يظهر لإلك أي تغيير على الصفحة نفسها. لكن الآن هلا رح حكينا حتى نوصل لخيارات ترقيم الصفحات نضغط مرتين في الهامش. الآن حكينا بدنا نتأكد من الخيارات هذه إنه تكون يعني غير مفعلة، اللي هي different first page. different first page مش مفعلة، لكن link to previous. هلا لأنه الترقيم اللي في هذا القسم ما بدنا إياه يرتبط بترقيم القسم اللي قبل، فراح نضغط على هذه اللي هي يعني خاصية الربط بالسابق ما بدنا إياها. تمام، والآن هذا الترقيم ما زال موجود، فقط بدنا إحنا نغير الترقيم. فقلنا بنروح على Format Page Numbers، نضغط عليها، وبعدين راح نختار نوع الترقيم اللي بدنا إياه. إحنا بدنا 1-2-3 الأرقام العادية. لاحظ إنه بتقدر أنت برضو تبلش يعني تبدأ الترقيم بأي رقم أنت بدك إياه، حتى بإمكانك تبدأ من الصفر. راح أبدأ بواحد طبعا. الآن بضغط على أوكي، وزي ما أنتم الآن ملاحظين صار عندنا هون 1-2-3-4-5. هيك بنكون انتهينا من الترقيم. هلأ عشان إحنا ننتقل له قائمة المحتويات، أول شيء لازم نعمله هو إنه نحدد العناوين اللي راح تنضاف في قائمة المحتويات. حتى تعمل هيك مجرد ما إنك تضغط على العنوان اللي أنت بدك إياه أي مكان، بإمكانك إنك تختاره بالكامل أو حتى لو ضغطت أنت أي مكان، وبعدين تختار واحد من الأنماط اللي موجودة فوق، طبعاً وين موجودين في شارة هوم إذا أنت مش موجود عليها. فالأنماط هذه في شارة هوم موجودة تحت، موجودة عند أنماط، أوكي؟ الآن أنا رح أختار اللي هو Heading 1 لجميع العناوين اللي بدي أضيفها في قائمة المحتويات. فزي ما حكينا بإمكانك إنك تكون ضاغط في أي مكان هون وتختار Heading 1. الآن بإمكانك تعمل هذا الكلام إنه تروح على كل عنوان وتختار له Heading 1، لكن أنا ما راح أعمل هيك، بدي أختارهم كلهم مرة واحدة، وضغط مرتين دبل كليك بختار الكلمة عندك في الوورد. الآن راح أضلني كابس يعني ضاغط على كنترول وأختار العنوان هذا، وبرضو ضاغط على كنترول العنوان اللي بعده. هلا راح بس أنا أشيل إيدي عن كنترول وأنزل مثل تحت الشاشة، بعدين راح أرجع أضغط على كنترول أختار هذا العنوان، هذا topic 3 في الأخير. ما ظل عندي أي عناوين بدي أضيفها. وهلا من هون راح أختار heading 1، وزي ما أنتم شايفين غيرها كلها ل heading 1. الآن نروح على الصفحة اللي بدنا نضيف فيها قائمة المحتويات، راح أضغط enter مرتين لأنه ما بدي أضيف قائمة المحتويات في بداية الصفحة، حتى أسهل على حالي التحكم في قائمة المحتويات لو احتجت بعدين، أوكي؟
والآن راح أروح على شارة references اللي هي مراجع، ومن هون table of contents قائمة المحتويات، راح أضغط عليها وأختار أي شكل من الأشكال الموجودة. راح أختار هذا الشكل. الآن زي ما أنتوا شايفين، أقرب لكم الشاشة شوي. أوكي، زي ما أنتوا شايفين قائمة المحتويات صارت موجودة عندنا، وكل عنوان من العناوين موجود رقم الصفحة اللي موجود عليها العنوان. أوكي، الآن لنفرض إنه أنا بدي أضيف إشي ثاني، يعني أضيف صفحة جديدة وإلها عنوان جديد، وهذا العنوان الجديد بدي إياه يظهر في قائمة المحتويات. أوكي، هلا راح أروح لآخر صفحة موجودة عندي. هون أوكي، راح أروح على آخر سطر في الصفحة. الآن حتى أنتقل لصفحة جديدة أكيد ما راح أظل أضغط على Enter، أوكي، لأنه هذه طريقة مش أنسب طريقة إنك تعمل هذا الكلام. تضغط على Control و Enter زي ما تعلمنا في بداية الفيديو. أوكي، هلا إحنا على الصفحة الجديدة. الآن نفرض العنوان الجديد اللي بدي إياه، let's say another topic مثلا. اوكي، هلا بامكاني، يعني هاي المؤشر موجود في نهايه الكلمه، بامكاني ارجع لشاره هوم واختار له هيدنج 1. تمام، او بامكانك تضغط انت عليه، ومجرد ما انك تضغط بدون ما تحرك الماوس راح تطلع لك، راح تظهر يعني هذه القائمه البسيطه اللي انتم شايفينها. فعندك هون ستايلز اللي هي انماط، لو ضغطت عليها برضه بامكانك تختار اللي هو هيدنج 1. اوكي، هيدنج 1 ل هذا العنوان اللي انت ضفته. انا راح اختارها من هون من باب التنويع، حتى انك تعرف انه يعني في اكثر من طريقه انك تنجز نفس الشيء. اوكي، الان هلا ضفت انا هذا العنوان، لكن بعده ما نضاف على قائمه المحتويات. هلا برجع لقائمه المحتويات، اضغط اي مكان داخل قائمه المحتويات، وبتلاحظ انه عندك فوق في هون update table اللي هو تحديث الجدول، اوكي، او اللي هي يعني قائمة المحتويات، راح اضغط عليها. الان لنفرض انه انا كنت مغير في ترتيب الصفحات اللي فقط موجودة، يعني ما ضفت اي عنوان جديد، فبامكاني مجرد انه اختار update page numbers only اللي هو تحديث ارقام الصفحات فقط، اضغط على اوكي. اوكي، هلا لو ضغطت هيك اوكي، لاحظوا انه ما ضاف العنوان الجديد اللي ضفناه في الاخير. لكن لما تضغط على update table وتختار update entire table، هيك راح يشيك اذا في اي عناوين جديده، عناوين انت اعطيتها نمط معين محدد من الانماط هذه اللي موجوده فوق، وراح يحدثها ويضيفها على قائمه المحتويات. الان لاحظ لما نضغط على اوكي، فصار عندنا هون اللي هي الإضافة another topic. تمام، بهذا الشكل ممكن أرجع الآن إنه يعرض لي صفحة واحدة one page من شارة view one page بهذا الشكل، ونتأكد بس يعني سريعا من الشغل dedication وصفحة introduction. واحد ستة. تمام، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، وشكرا لكم على حسن المتابعة.